بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهدى. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من المجالس التي نعقدها لقراءة سريعة لكتاب الإمام مسلم بن الحجاج، وهو الصحيح الذي بين أيدينا، جمع بين دفتيه ما صح من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن نواصل القراءة سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يفض علينا من أنواره ومن بركات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج إلى أن قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. والأنصار هم أهل المدينة المنورة الذين ناصروا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بما فيهم الأوس والإيه والخزرج. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وبإليه قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ وحول الإسناد وقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعلي: سمعته من البراء قال: إياي حدث. وبإليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبإليه قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحول الإسناد وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبإليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحول الإسناد وقال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا ابن عم رسول الله وأخوه في الدنيا والآخرة وزوج فاطمة الزهراء، قال: عهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: زوجت خير النساء لخير الرجال، وهو الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. وبإليه قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري وقال: أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وبإليه قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر
عن ابن الهادي بهذا الإسناد وذكر الحديث بمثله وبه إليه قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول الإسناد وقال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي قريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار حتى أن إبليس يبكي إذا رأى ابن آدم يسجد في أي صلاة خاصة إذا قرأ ابن آدم آية السجدة وآيات السجدة في القرآن كم آية؟ 15 قيل 16 آية وقيل 14 آية على خلاف في عند العلماء إما 14 وإما 16 حتى قال أحد العلماء يوما ضحكت على إبليس وهي قصة طريفة في الواقع بمناسبة هذا الحديث قال جاءه إبليس مرة في هيئة رجل فقال له اسجد للصنم واسجد للصنم وأنت مريض ومرضك لا يبرأ وأنا عندي علاج هذا إبليس يقول لهذا الرجل وأنا عندي قال ما علاج مرضي وقد تعبت من البحث عن علاج لهذا المرض قال علاجك أن تسجد ولو مرة واحدة لصنم جيد فقال الرجل فلا أجد أصناما هنا قال نصنع صنما تسجد له سجدة واحدة تبرأ من إيه من مرضك فقال كيف نصنع الصنم لا يوجد ماء وطين فقال الرجل الآدمي لإبليس أنا يعني أبول لك على التراب فيحدث من التراب والبول إيش طين ماء وطين ونصنع منه صنما قال توكلت تمام فبال الرجل الآدمي على التراب فصنعوا من هذا الطين صنما فقال الآدمي لإبليس يا أخي هذا هو الصنم لكني أنا ما تعودت السجود إلا لله فعلمني يعني أسجد أنت للصنم حتى أتعلم منك كيف يسجد للصنم فسجد إبليس لمن؟ للصنم فضحك الآدمي حتى استلقى على قفاه قال له ما يضحكك؟ ليه تضحك؟ قال يا فاستلقى على قفاه ونظر إلى السماء قال يا رب أرأيت؟ هذا إبليس أبى أن يسجد لآدم فجعلته أنا يسجد لصنم من بول ابن آدم فإن كيد الشيطان كان يبكي إذا رأك إبليس تسجد هو ماذا يحدث يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار وهذا في صحيح مسلم هذا الحديث وبإليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار يعني إبليس وبإليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة اللهم اجعلنا من أهلها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وبإليه قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وبإليه قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد وحول الإسناد وقال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور وفي رواية
محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله وبه إليه قال وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وذكر الحديث بمثله وبه إليه قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة وحول الإسناد وقال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وبلي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب المولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع ولا تصنع لأخرق أو تصنع. قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وبإليه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. وبليه قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. وبليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. قال وبر الوالدين. وبإليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. وبإليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل
قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وبإليه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وبه لي قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. وبه إليه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وبإليه قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحول الإسناد وقال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد وذكر الحديث بمثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بقر الحق وغمط الناس. وبه إليه قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء.
وبيلي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وبيله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وبيلي قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير رضي الله عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وبه إليه وقال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ هو ابن هشام قال حدثني أبي عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث بمثله. وبإليه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وبيلي قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر يعني إيه؟ يعني غصب عنك سيدخل الجنة ومدام مات على لا إله إلا الله. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وحول الإسناد وقال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يا رسول الله؟ أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. تفهمون هذا الحديث؟ قال يا رسول الله قاتلني فضرب يدي فقطعها ثم لاز بالشجرة أي اختبأ فهجمت عليه لأقتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
أفأقتله بعد أن قال هذه الكلمة يا رسول الله؟ قال النبي لا تقتله يا رسول الله، لقد قطع يدي، أفأقتله؟ فقال النبي لا تقتله. ثم وضح له رسول الله قال فإن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل أن يقولها، فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني كان قبل أن يقتل الرجل مؤمنا، فإن قتله فإن المقتول يصير بمنزلة القاتل قبل أن يقتل، يعني يصير إيش؟ مؤمنا، وأنت بمنزلته قبل أن يقولها، يعني يدخل في الكفر. شوف الخطر، هذا كله تعظيما لكلمة لا إله إلا الله. فما دام العبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يخرج من الملة وإن زنى وإن سرق. فنسأل الله أن نكون من أهلها أو من نكون من خيار أهلها يا رب. اللهم أحينا على لا إله إلا الله واخبطنا على لا إله إلا الله. وبإليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحول الإسناد وقال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وحول الإسناد وقال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وبه إليه قال حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو وابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحول الإسناد وقال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وبليه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وبلي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث
فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد إليه فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. وعند هذا الحديث الموجع للقلب في الحقيقة نقف في القراءة في هذا المجلس، على أن نفتتح المجلس بإذن الله تعالى في القراءة في المجلس القادم. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.